وحياتك وجهت بيه بصراحه من سنتين اثناء ما كنا بنطور محور بنها المنصوره دمياط، متحقق في صورتين يا فندم اللي على اليمين دول. اسند دي قريه كبيره مش مدينه، كفر شكر مركز كبير جدا في الالوبيه من اكبر مراكز الالوبيه. عايزين الطريق ده نطوره، جنبنا الرياح التوفيق وجنبنا مباشره سيادتك مساكن تعدت على حرم الطريق، يعني حتى المسافه اللي احنا بنقول لاهالينا لو سمحتوا لما تيجوا تبنوا الطريق الرئيسي ده حرمه 50 متر ارجع 50 متر برضه يا فندم، يعني بيتبنى على طبان الطريق بالكامل من اليمين والشمال بالمنظر ده. عشان نشق الطريق هنا عرضت على سيادتك ساعتها، قلت لسيادتك ان كل المخططين في الدنيا كلها بيقولوا نسيب الكلام ده ونخش نعمل محور دائري اسمه دائري كفر شكر حوالين كفر شكر. المحور ده كان تقريبا هيدمر حوالي 5000 فدان من الاراضي الزراعيه طبعا، وهيتكلف تعويضات اكتر واكتر. لجانا الى حلول عرضناها على حضرتك، قلت لا، ما لا دخول في الاراضي الزراعيه، وحاولوا تقللوا بقدر الامكان برضه ازاله البيوت ونزع البيوت علشان حتى اهالينا اللي موجودين حتى لو كنا هنديهم تعويض ما يتاثروش. زي هنا منطقه اسند دي لما خدنا البر الايمن يا فندم ده او البر الشرقي برضه للرياح التوفيقي، المنازل دي ضغط مباشره في ارض الدوله في مصطلح الري في حرم الرياح، يعني مش ارضهم، وبرضه حافظنا عليهم يا فندم ما شلناهمش، ودخلنا الى الحد الادنى اللي احنا نخلي فيه ارنيك الرياح ده، لان احنا طبعا ايضا مع بالتنسيق مع وزاره الري مرتبطين بحجم ميه وقطاع مائي لازم يعدي عشان اراضي الدلتا، فيا دوب ده المساحه اللي سمحت لنا بها الري. قدرنا نعمل هنا اربع حارات وهنا اربع حارات، والاتجاه ده يبقى كل اتجاه رايح وده اتجاه جاي، ونقدر نحل المشكله بطرق غير تقليديه وما ناثرش على حياه اهالينا اللي هم اصلا تعدوا، يعني مش احنا اللي تعدينا هم تعدوا، ولكن زي ما حضرتك دايما بتوجه ان احنا في اضيق الحلول في اضيق الحدود نشيل بيوت، وقبل ما قبل ما القاتل يطلع من بيته حتى لو متعدي بياخد التعويض الاجتماعي علشان يقدر يجيب سكن اخر. وده اللي بيتم دلوقتي يا فندم في محور النوبريه، وان شاء الله يا فندم خلال يعني سنه اتنين عمالي بتطير ونكون مخلصين محور النوبريه واصلين الى اسكندريه وعملنا محور بديل للاثنين.